السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة النرويج في السعودية أو رقم السفارة النرويجية في السعودية. رقم التليفون هو 00-66-14-88-19-04. يبقى تاني، رقم سفارة النرويج في السعودية أو رقم السفارة النرويجية في السعودية 00-66-14-88-19-04. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.